الناحية التانية غانا عملت مباراة كبيرة جدا، مباراة محترمة جدا النهاردة قدام المنتخب الكوري وقدرت تفوز عليه 3-2. طيب معانا الآن عبر الهاتف الكابتن عبد الكريم زيتو المدير الفني لمنتخب غانا للشباب، نسأله عن رأيه عن هذه المواجهة. كابتن عبد الكريم صباح الخير، مشرفنا ومنورنا في التلفزيون المصري برنامج رقم 10. أشكركم شكرا جزيلا جميعا. طيب كابتن عبد الكريم، سؤالي الأول ليك، رأيك في الأداء اللي قدمه المنتخب الغاني بشكل عام حتى هذه اللحظة في البطولة، والأداء الكبير اليوم أمام منتخب أكيد صعب وصعب جدا هو المنتخب الكوري الجنوبي؟ أظن أن أنا لازم أقول أن أنا مبسوط جدا من الطريقة اللي هم أدوا بيها في الماتش، لأن هم كلاعيبة كبروا مع بعض، لأن في الأيام القديمة قبل كده ما كانوش بيقدروا يلعبوا بنفس الطريقة دي مع المنتخب، بس دلوقتي فهم دلوقتي كبروا أكتر وبقيت اللعيبة لسه جداد بس اتمرنوا مع بعض كتير ووصلوا مع بعض لكأس العالم، فطبعا أنا مبسوط جدا بالمكسب الجميل قدام كوريا. في ميزة هذه البطولة في كأس العالم للمنتخب الغاني، والمنتخب الغاني الآن يضم لعيبة خبرات ولاعبين شباب، أصبح في المنتخب الغاني عدد كبير من اللاعبين الشباب فأعطوا الكثير من الحيوية للمنتخب الغاني عكس ما كنا بنشوف في التصفيات، تصفيات المؤهلة لكأس العالم، رأيه إيه؟ مظبوط، هو ده مظبوط اللي أنا بقوله، إن المنتخب دايما بيبقى مرحلة انتقالية من تحت 17 لتحت 20 لحد المنتخب الأول، لكن للأسف في السنوات الأخيرة المنتخبات الشباب ما كانوش في أقوى حال أو في أحسن حال وطبعا في المسابقات في كاب وأفكون في أفريقيا فنحن نشوف المنتخب الغاني بالمنظر ده دلوقتي بالشكل الجميل ده، ده طبعا شيء يسعدني جدا وده شيء يسعد الغانيين جدا، وده يقدر يقول لنا ان شاء الله بطولة افريقيا الجاية اللي هتكون في الكاميرون هنكون بشكل افضل، وطبعا احنا طبعا ممتنين جدا من اللي هم بيعملوه، وطبعا الشعب كله مبسوط جدا من الشكل الجميل اللي هم ادوا بيه النهاردة. مين اكتر اللاعبين اللي انت شفت انهم ادوا مباريات جيدة حتى الان مع المنتخب الغاني؟ النهاردة أظن قدوس طبعا كان كويس جدا، قدوس كان كويس جدا النهاردة، وطبعا لما تيجي كان في أحد اللاعبين الآخرين كانوا هاديين جدا، طبعا أنا معجب بيهم بس هم ما ادوش أقصى ما عندهم، وطبعا هم رجعوا لنا الثقه فينا اللعيبه والمنتخب نفسه، وفي حد تاني من اللعيبه اتصاب وفي حد تاني ما كانش بنفس المستوى اللائق، وعلشان كده كان دانيال كان بيستخدم اللعيبة كلهم وبيستخدم قدوس بالذات علشان يؤدي أحسن شيء عنده، وهو طبعا أدى أحسن حاجة عنده النهاردة. طيب سؤالي اللي جاي ليك، رأيك فيما هو يخص الانتقادات اللي وجهت للدفاع المنتخب الغاني في هذه البطولة حتى هذه اللحظة، اليوم تقدمت غانا بهدفين
وتعادل المنتخب الكوري الجنوبي بأخطاء دفاعية كبيرة، هل ترى أن هناك مشاكل في خط دفاع المنتخب الغاني؟ أيوة مظبوط، كلامك مظبوط جدا. احنا دلوقتي شغالين والمنتخب أظن أنه شغال على التركيز، أظن هيكون في حد بيتكلم معاهم على إزاي احنا بنخسر المكان، وطبعا هيتكلموا معاهم وهيقولوا لهم ان احنا عندنا مشكلة في خسارة الأماكن او في تغيير الأماكن على الملعب، وطبعا حد هيتكلم معاهم وهيلفت نظرهم، لأن أنا كلمتهم وقلت لهم لازم نشتغل على الأوضاع ديت قبل كده، وأظن إن الاتصالات أو الاتصال أو طريقة الكلام ما كانتش في أحسن حال، بس دلوقتي إحنا كلمنا تاني وأظن إن هم دلوقتي شغالين عليها على المشكلة ديت، بس هم طبعا كان عندهم حوالي 10 دقائق هم كانوا عندهم مشاكل في خط الدفاع، بس بعد كده هم بدأوا يسترجعوا تاني الأداء وبدأوا يسجلوا أهداف. فعلا هو كان في 10 دقائق ان كوريا كانوا متقدمين على الدفاع بتاعنا، بس أظن ان حد من الفريق الفني يتكلم معاهم ووجههم ويتكلم معاهم على الخطة الكبيرة للمنتخب، وقال لهم ان هنا ما فيش مساحة لفعل مثل هذه الأخطاء. منتخب الغاني عنده مواجهة أخيرة في هذه المجموعة مع منتخب أوروغواي، مواجهة كلاسيكية تاريخية مع المنتخب بذكرى أسامواه جيان ولويس سواريز، كيف ترى هذه المواجهة الكبيرة الحاسمة للمنتخب الغاني، مواجهة حاسمة أخرى أمام منتخب كبير منتخب أوروغواي، شايفها إزاي المواجهة دي؟ الماتش ده أو المباراة ديت هتكون مباراة لازم نلعبها بقلوبنا ولازم نلعبها بكل الروح، لأن طبعا سواريز هو اللي كان دايما بيخلي المنتخب يوصل لحد السيمي فاينال، وهو كان اللي كان هيمنع بعض المنتخبات ان هم يصعدوا للسيمي فاينال، فطبعا ده انا مش هسميه ان هو ان هو اخذ بالثأر، بس انا هقول ان هو هيكون ماتش كويس جدا، هيكون ماتش هنشوف فيه كرة كويسة، هنشوف فيه القوة بتاعت الكابتن قائد الفريق. لأن أي حد بيتكلم عن مباراة أوروغواي، طبعا أنا بحس إن هم لما بيتكلموا عن منتخب أوروغواي أنا بحس إن هم متحمسين جدا، أظن إن هم هيخلونا نتفرج على ماتش كويس جدا، لأن هم هيعملوا الكثير من التعديلات على الملعب على أرض الملعب علشان نتفرج على ماتش كويس جدا الليلة ديت، علشان يخلوا الشعب الغاني مبسوط جدا بعد المباراة ديت إن شاء الله. عبد الكريم زيتو المدير الفني لمنتخب غانا للشباب، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة، شرفتنا ونورتنا.